هكذا يبدو عمر الكاف الذي ينحدر من مدينة تريم بوادي وصحراء محافظة حضرموت. يبدأ كل صباح ومساء بممارسة هوايته المفضلة وهي جمع العملات الأجنبية، حتى قال أنه يستمتع بالعمل فيها لأنه بدأ ذلك منذ وقت مبكر وهو لا يزال عمره 8 أعوام. اكتشف موهبته وانطلق في رحلة البحث عن العملات حتى طاف بالعالم، واستطاع أن يجمع أكثر من 3000 عملة ورقية ومعدنية تعود بعضها لعصور وأزمنة مضت منذ قرون. طبعا بدأت هوايتي من الطفولة، على العكس بعضهم يبدأون هذه الهواية بعد سن التقاعد، لأن هذه الهواية تحتاج كثير من الوقت والمال. في امتلاك أول قطعة كانت على ما أتذكر يعني 15 كوبيك اتحاد السوفيتي، وأنا في الثامنة من العمر، ومن هذه العملة بدأ الحماس أني أحاول أجمع كل عملات العالم، وبقى هذا حلم بالنسبة لي أن كيف أجمع كل عملات كل دول العالم الموجودة على الخارطة. فبدأنا نجمع من الأشخاص الذين يسافرون لبعض الدول القريبة، وبعض الأشخاص اللي يسافرون أو سافروا من قبل للدراسة في بعض الدول، ومن هنا بدأ طريقة الجمع، وبدأنا ثم في المبادلة مع الهواة الآخرين. بهذه الطريقة بدأنا نقتني عدد لا بأس به من العملات، ومع تقدم العمر يعني كنا كل ما تقدمنا في العمر نصادف طلاب في الجامعة، طلاب الثانوية، مدرسين، تخرجنا من الجامعة اشتغلنا مع شخصيات أجانب، واستمرينا في أخذ وتوصية وتبادل، إلى أن بدأت موجة التكنولوجيا والسوشيال ميديا. في هناك موردين، في جروبات، في معارض، في مزادات ممكن تحصل منها على بعض القطع اللي نبحث عنها، والحمد لله واستمرينا لليوم وجمعنا تقريبا عملات من كل دول العالم. عمر الكاف وهو يمارس هواية الملوك المفضلة لديه يقول أنها تأخذ وقتا كبيرا من جدول أعماله اليومية، ومن خلالها تعرف على ثقافات مختلفة، وكل عملة لها شكلها الخاص ورمزها وقصتها. واقتنى أكبر عدد من العملات من خلال التواصل والبحث وتكوين العلاقات وتبادل العملات ومواقع السوشيال ميديا في العصر الحالي. الأخ عمر أحمد سالم الكاف تجمعنا به 3 صلات. الصلة الأولى هي صلة القرابة والعائلة، والصلة الثانية هي صلة الزمالة والصداقة، والصلة الثالثة هي المشاركة في الهواية. وهذه الهواية هي هواية جمع العملات. تعرفت بالصدفة على الأخ عمر أحمد سالم الكاف من خلال أحد الجلسات ونحن وياه، فذكر لي أنه كان يجمع في عملات مختلفة، وذكرت أن أنا كذلك أجمع العملات، فبدأ التعارف والتقارب والتبادل بين البين في العملات. أبرز الصعوبات اللي واجهتها دائما الهاوي يعني يتعرض لموجة نقد من المحيط به، أسرته، أصدقائه، لأن غالبا هذه الهواية يعني مش الكل يعني يهتم فيها، أو بعض الناس يعتقدون أنها هذه تضيع للوقت وتضيع للمال، والبعض يسأل إيش الاستفادة من هذه الهواية، لأن هذه الهواية شحيحة بدليل اسمها تسمى هواية الملوك. خلال مسيرتي في الهواية 26 سنة يعني لا جات فرصة أني أشارك في هواية في فعالية حتى على مستوى المدرسة، على مستوى الثانوية، على مستوى المحافظة، على مستوى البلد ككل، يعني في خلال 26 سنة وأنا مستمر. لكن يعني الحمد لله بعد هذه السنوات وبعد ظهوري الإعلامي دعيت قبل عدة أيام من متحف المكلا، عندهم فعالية في تواكب موسم البلد السياحي، فعندهم معرض، هذا بيكون معرض مفتوح في المتحف، وهذه بتكون إن شاء الله أول مشاركة لي في بعد 26 سنة. لم يحظى الكاف بحيز كبير في المجال الإعلامي، ولم يشارك بشكل رسمي في المعارض المحلية والخارجية، بالرغم من أنها هواية نادرة ويمارسها منذ 26 عاما، فهو يطالب الجهات المختصة بأن يؤسس له مركز أو جمعية خاصة
تكون مرجعا للهاوي والمؤرخ والزائر في آن واحد.